السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد تعلمنا طباعة الصفحة وطباعة القائمة، ولكن توجد هناك أفكار أو نقائص سوف نضيفها في هذا الدرس. لدينا مثلا هنا لقد قمنا بعملية طباعة الصفحة وطباعة القائمة. إذا كانت مثلا توجد قاعدة بيانات نفسها، مثلا مثل ما ربطت هنا دبي داتا سات ودبي داتا سات 2 بنفس داتا سورس A، في هذه الحالة نستطيع أن نستعمل دبي داتا سات واحدة فقط، يعني إذا كانت نفس المعلومات المشتركة ما بين القائمة وما بين الصفحة التي كنت استعملها. هنا استعملت 2 بصفة عامة، يعني تكون قاعدة البيانات ربما لا تكون مشتركة أو كذا. إذا كانت مشتركة مثلا هنا ربط بداتا سورس A وهنا ربطها بداتا سورس A، لا نستعمل 2، نستعمل واحدة فقط. نحذف هذه داتا سورس 2، نحذفها من هنا ونترك داتا سورس 1 كما هي مربوطة هنا داتا سورس. في هذه الحالة ربما من يقول أن هذه القائمة سوف لا تطبع، بالطبع سوف نغير بعض التغييرات الطفيفة سوف نتعلمها الآن. هنا عندما نزعنا داتا سورس A هنا لا توجد المعطيات، سوف أعطيها من هنا وأعرفها من داتا، أعطيها داتا سورس الأولى، سوف أعرفها داتا سورس الأولى. تأتي قاعدة البيانات التي طبعت بها الصفحة السابقة سوف أطبع بها القائمة، ولكن عندما أستعمل معاينة هنا تكون لا توجد المعاينة. لماذا؟ لأن هذه الصفحة عندما نضغط عليها مرتين من هنا سوف أعطيها داتا سات 1، وهنا كذلك تعطيني الخطأ لأن القاعدة البيانات هذه كانت بداتا سورس 2، لقد أعطيتها بداتا سورس 2، سوف أقوم بعملية معاينة. هنا لقد أعطاني الخطأ، هنا لقد ربطته بدبي داتا سات 2 وداتا سات 2 لقد حذفتها. سوف أحذفهم هذه القاعدة البيانات، سوف أحذفهم وأعطيهم من داتا سورس A من هنا، يعني الرقم سوف أعطيه من داتا سات A من هنا، أعطيه الرقم، هذا هو الرقم، وأعطيه اللقب، عفوا سوف أسحبه هكذا، أعطيه اللقب وأعطيه الاسم مثل ما فعلت سابقا. هكذا نسوى بعض الشيء وأعدلها مع الأخرى، سوف أختار الاسم كذلك هكذا، وأختار تاريخ الميلاد يعني دات نيسونس. سوف أقرب لكم الفكرة والتنسيقات والأخرى تبقى فيما بعد. سوف أقوم بعملية المعاينة، ها هي لقد أتى الرقم واللقب والاسم وتاريخ الميلاد بداتا سات يعني أحفظ الملف هكذا، سوف أحفظه، دائما نقوم بعمل الحفظ. من هنا سوف أستعمل داتا سات واحدة فقط تستخدم للقائمة وتستخدم لطباعة الصفحة، وهذه في حالة إذا كانت قواعد البيانات مشتركة في نفس الصفحة. إذا كانت غير مشتركة فكل واحد تأخذ داتا سات. هنا سوف أستعمل جدول ثاني، مثلا لدي جدولين وأريد أن أطبع من تلك الجدولين، سوف أستخدم أدو تيبل 2، سوف أستخدم جدول ثاني هنا أدو تابل 2، سوف أربطه بأدو كونكسيون وأعطيه تيبل نايم 2، تيبل 2 سوف أعطيه جدول ثاني. هذا هنا نتخذه كمثال فقط، لا توجد فيه معلومات كثيرة ولكن سوف أتخذه كمثال. أضغط عليه مرتين سوف نرى الحقول التي يحتوي عليها، هاي 3 حقول، هذا هو أدو تيبل 2.
سوف أضيف مثلا أضيف داتا سات 2 التي تحتوي على هذه المعطيات الموجودة في ادو تيبل 2. سوف أعطيه F RX نورمالمو دي بي سات داتا سات هنا 2. هذه داتا سات 2 سوف أربطها بداتا سورس 2. إذا كنت كذلك لا أستعمل داتا سورس 2 غير مستعملها في البرنامج سوف أربطها بالجدول 2. سوف أربطها من هنا بجدول 2، يعني أنني لا أستعمل داتا سورس 2. سأعطيها أدو تيبل 2 هنا هكذا. لقد ربطت داتا سات 2 بأدو تيبل 2. عندما نذهب مثلا إلى الصفحة الأولى، عندي الصفحة الأولى هذه مثلا لدي هنا لقد ربطتها بداتا سات 1، ولكن أحتاج معلومات في داتا سات 2، أحتاج المعلومات من الجدول الثاني. كيف أقوم بعملية مزج هذه الصفحة؟ بمزج الجدولين، يعني المعلومات الجدول الأول والجدول الثاني وأضعهما في الصفحة الأولى. أول شيء نذهب إلى ريبورت، نذهب إلى داتا ونضع الجدولين في الاثنان، سوف نضعهما كاملا هنا في قاعدة المعطيات. ها هما الجدول الأول والجدول الثاني الذي المعرفين ب دي بي داتا سات A و دي بي داتا سات 2. هذا جميع الحقول موجودة هنا في الصفحة التي عرفتها هنا في الماستر داتا. سوف أضع الرقم مثلا هنا باختصار فقط لتعرفوا المعنى، ونضع أدمين والكود مثلا هنا. هو يوجد فقط معطيات واحدة فقط، ليس الجدول موجود، وأقوم بمعاينة من هنا. هي كما ترون موجودة المعلومات الجدول الثاني مع الجدول الأول كما ترون، وخصوصا في عملية الربط بين الجداول تستطيع أن تأخذ من الجدول الأول والجدول الثاني وتمزجها في صفحة واحدة. هنا لتبيين أن الجداول عندما تكون مختلفة أو جداول نفسها، إذا كانت جداول نفسها لا نستعمل لا نكرر دي بي سات، يعني إذا كانت مشتركة في جميع الصفحات نستعمل داتا سات واحد ونأخذ منها المعلومات. إذا كانت هناك جداول كل جدول نعطيه داتا سات 2 ونمزجها في صفحة معينة نأخذ منها نستنبط منها تلك المعلومات. أرجو أن هذه الفكرة تكون مكملة لطباعة الصفحات التي قدمناها سابقا. إن شاء الله أن تنال إعجابكم هذه الفكرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.